يعني نعلم جيدا حجم يعني قساوة هذه الصور وهذه المشاهد التي تتابعونها بشكل حي من عين المكان، لكن نرصد وإياك أيضا ما يجري الحديث عنه من أعداد، إن كان هناك من أرقام تقريبية إسلام. جيش الاحتلال كان يتحدث عن تصفية أكثر من 200، وهناك أخبار تتحدث عن أكثر من 300 شهيد، هذا بخلاف ما كنت تتحدث عنه إسلام بموضوع عشرات الجثث المتحللة. هل هناك أيضا من أي معلومات متوافرة لديكم، حتى من شهادات من قبل الكوادر الطبية أو حتى من كان داخل المجمع؟ في الحقيقة أنا سألت هذا السؤال لثلاث جهات طبية، الخدمات الطبية وهي جهة إسعافية، الدفاع المدني وهي جهة الإنقاذ، وأيضا مدير عام في وزارة الصحة. الثلاثة شخصيات الذين التقيتهم في مستشفى الشفاء سألتهم عن تقديرهم الأول أو المبدئي لعدد الضحايا في هذه العملية. جميعهم أجمعوا على أنه لا يمكن الجزم والبت بعد في الأرقام ولا حتى التقريب. يعني 400 شهيد الدفاع المدني أخبرني، لكن وزارة الصحة أكدت أن العدد سيفوق هذا العدد بكثير، لأننا نتحدث عن عدد هائل من الشهداء والمفقودين أيضا مجهولي المصير. وبالتالي إعلانات الاحتلال في جهة، ولكن الواقع والموجود الذي نعاينه في جهة أخرى تماما. نتحدث عن جثامين موجودة تحت العمارات السكنية التي نسفت، نتحدث عن الأهالي الذين حوصروا وماتوا جوعا، نتحدث عن داخل المستشفى. الاحتلال عندما دخل المستشفى، المكتب الإعلامي الحكومي قال إنه يوجد 7000 نازح، هؤلاء خرج بعضهم وكثيرهم لم يخرج، ومن بقي حتى اللحظات الأخيرة من الجرحى والمرافقين لا يتجاوز 150. وبالتالي هناك 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 عدد كبير من الناس مجهولي المصير، جزء منهم خرج خاطر بنفسه بوجود الآليات واستطاع الخروج نعم، ولكن جزء آخر كثير لم يخرج ولم يتم معرفة مصيره. لذلك كنا نتابع عدد هائل من الناس الذين وصلوا إلى المستشفى. المستشفى امتلأ عن بكرة أبيب بآلاف الناس، هؤلاء جاءوا من أجل هدف واحد وهو البحث عن ذويهم الذين فقدوا. قليلون فقط من سروا بالعثور على جرحاهم الذين كانوا موجودين، لكن الغالب كانت تنتابهم الحسرة حول مصير أبنائهم، لأنهم لم يستطيعوا التعرف على مصيرهم. الجثامين حرفيا تتواجد في كل منطقة، أنت تدوس على جثامين وأنت تتحرك. نحن وصلنا فجرا، كان الليل لازال موجودا، واكتشفنا بعد ظهور النهار والإضاءة بأننا كنا ندوس على مقابر وعلى جثامين في الفترة التي دخلنا في الفترة الليلية، لأن الجثامين موجودة ومقطعة. يبدو أن آليات الاحتلال كانت تدوس هذه الجثامين، وبالتالي أطراف الناس كانت متقطعة وموجودة، أطراف أرجل وأيدي، جثث متحللة، جثث جديدة أيضا. واضح أن الاحتلال حتى اللحظة الأخيرة كان يمارس عمليات القتل وعمليات التدمير. نحن وصلنا إلى مستشفى الشفاء وكانت النار لا زالت تشتعل في أحد المباني، وفي مبنى قريب، مبنى داخل المستشفى ومبنى آخر حول المستشفى. هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي حتى الساعة الأخيرة كان يقصف وكان يدمر وكان يتسبب بمزيد من الأذى.